عمل داوب اكيد من الكابتن سليمان جويفي ورئيس الجمعيه العموميه من عام 2008 الى حد 2021. هذه كره شبابيه خطيره لكن طويله بعض الشيء. امامنا سمير شمام هذا الفكر المحنك. امامنا المهدي بوشاح ربان السفينه المهدي. هذه كره شبابيه، كره شبابيه عند صاديو، صاديو تسديده من صاديو. ماذا صار حكم اللقاء؟ ابعاد جيد جميل من اللاعب محمد جويفي من خط المرمى. هل تجاوزت الكره؟ أمامنا صاديو أمامنا الانطلاقة، أمامنا الكرة الجميلة من صاديو، لكن جويفي أعتقد بأنها لم تمر من الخط المرمى. فريق الشبابي هذه كرة خضراوية عند مؤيد جريتي في الجهة اليمنى. مؤيد مؤيد عرضية في القائم الثاني. مؤيد خطيرة خطيرة من مؤيد، لكن كاكا في الموعد، كاكا في الموعد. أمامنا الكرة الشبابية، أمامنا صاديو، لم تدخل الكرة المرمى. شكرا للزملاء في ليبيا الرياضية. الكرة على خط المرمى من اللاعب محمد جويفي، ابعد كرة خطيرة. الجهة اليسرى عند عبد الرحمن العمامي، عبد الرحمن باليسرى من عبد الرحمن العمامي خطيرة عند اللاعب مانجا. جول جول، هدف اول العنيد، جول خضراوي اول. الاخضر واضح بدايته واضحة، الاخضر عنوانه واضح تعبيره. امامنا الاعادة ومانجا على الطاير من فوق الحارس عبد الرحيم شحات كاكا. اي اسيست اي تمريره من عبد الرحمن العمامي ومنقى في الموعد. منقى حط الكره في الشباك، اعلن عن اولى الاهداف. ما فيش اوف سايد، ما فيش تسلل. شوف منقى على الطاير حط الكره في الشباك، اعلن عن اسبقيه متى. تجزع الكره من اتشا، اتشا تسديده قويه من اتشا، لكن باليسرى الكره وطالت وعلت مرمى الحارس رضوان توفيق. الفريق الشبابي هل يعود؟ أمامنا مشاهدينا الكرام تسديدة اللاعب آتشا التي علت المرمى رضوان توفيق على قناة ليبيا الوطنية بالتعاون أكيد مع قنوات ليبيا الرياضية. الخليج والنصر المسابقة ليستمر الرتم العالي واللقاءات المثيرة. عبد الرحمن العمامي عرضية في القائمة الثانية من عبد الرحمن. أنس مانجا بالثنائية، جول جول من أنس مانجا، جول هدف ثاني لمانجا، جول جول. هو الكأس. أمامنا الإعادة من عبد الرحمن العمامي، رأسية أحمد كراوع، اخترقت الدفاع واخترقت الحارس عبد الرحيم شحات كاكا ومانجا في الموعد واحرز الهدف الثاني. اليوم ظهير ايمن لكن بثنائيه، اليوم مانجا ابدع وتالق، كان في الموعد وكان دائما في المكان المناسب، كان قناصا لفريق الشباب بهدفين مقابل لا شيء. مشاهدينا الكرام عفوا، بدايه مثاليه لفريق الاخضر، بداية محبطة نوعا ما لفريق الشباب. قد ساديو لكن بالخبر عبد الرحمن يفتك من ساديو، خطيرة لمصلحة شباب الجبل. تقدم من سد تسديدة، لكن الكرة مرت بردا وسلاما على رضوان. كاد ان يعود الشباب الى الاهداف. امامنا ساديو، افتكاك الكرة من العمامي، ساديو تقدم، ساديو سدد، لكن الكرة جاورت الحارس رضوان توفيق. كاد ان يكون تقليص الفارق وتقليص النتيجة. عبد الرحمن العمامي طويلة وبينية رائعة مثالية عند مؤيد الجريتي. مؤيد أصل الكرة، مؤيد ماذا صار حكم اللقاء؟ ركلة جزاء خضراوية، ركلة جزاء مشاهدينا الكرام خضراء بقرار الحكم محمد الهوني بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن العمامي الأسيست المثالي. مؤيد الجريتي بالانطلاقة بالاختراقة اخترق الحارس عبد الرحيم شحات كاكا. وعبد قبل الخطأ وقبل كل شيء دعوني أشاهد تمريرة عبد الرحمن العمامي المثالية الجميلة. أمامنا تدخل على مؤيد وركلة جزاء واضحة وصريحة يا عبد الرحيم. شوف الكرة من جديد، ركلة جزاء مشاهدينا الكرام لمصلحة فريق الأخضر. هل يكون الهدف الثالث للعنيد؟ عبد الرحمن وكذلك عبد الرحيم. العمامي بالكرة على العمامي، رائع العمامي مثالي، العمامي جميل. أي راحة بال، أي هدوء، أي كاريزما، أي ثقة، أي رؤية، أي هدف. أمامنا تنفيذ الكرة رائعة مثالية على طريقة بالينكا. اللاعب عبد الرحمن العمامي يفرح جماهير الأخضر ويسعد جماهير العنيد بثالث الأهداف وحسم اللقاء وحسم النتيجة. أخضر الأرقام، أكثر فريق أكيد تسجيلا للأهداف في دورينا، أكثر البداية واضحة من عنوانه. عند عماد السويري، عند ساديو بالمراوغة، ساديو انطلاق اختراق لمصلحة فريق شباب الجبل، عرضية في القائمة الثانية من ساديو، إبعاد من أنس مانجا. المهدي بوشاح، هذه كرة لمصلحة فريق الشباب، مصلحة ساديو خطيرة لمصلحة شباب الجبل. رضوان كيف الموعد؟
شوف الكرة الأخيرة من سايتو، انطلاقة اختراقة، ترجع الكرة في صويب سليمان في وسط الميدان، صويب عند علي أمادو، الأسمريني علي، الأسمريني الأسمريني علي، قوية من أمادو، جول! النتيجة أمامنا الأسمريني القناص، أمامنا علي أمادو بالرقصة والاحتفال مع صهيب، أمادو بالهربة، أمادو بالانطلاقة والاختراقة، أمامنا حط الكرة برأس أمامه، شوف علي أمادو التقدم من أمادو تسديدة، سكنت الحارس شباك الحارس جلال الشيخي. اذا هدف رابع مشاهدينا الكرام، الاخضر يحسم اللقاء، يحسم النتيجة، يحسم ثلاث نقاط ثمينة. مانجا، هل الهاتريك يا مانجا؟ لا، يخير اللاعب عبد الرحمن العمامي عرضية في القائم الثاني من عبد الرحمن، رأسية تعود الكرة من جديد. ماذا صار حكم اللقاء؟ لم يشير الى شيء، اسبقية بثلاث اهداف في هذا الموسم. محمد عبد السلام الشبة مع اللاعب عماد السويري، ماذا صار حكم اللقاء؟ اشارة الى اسبقية في اللاعب. ترجع كرة مصلحة الشباب عند الشيخ فلاني، الشيخ جلال زوي، قوية من جلال، كاد أن يكون هدف متميز ورائع من جلال، لكن جورة الحارس رضوان توفيق، جلال زوي على الطاير. أري بابل لمصلحة الفريق الأخضر، هجمة مرتدة لمصلحة أري بابل، أري مع من؟ مصلحة أري بابل عند عبد الله عبد الرحيم، عبد الله تسديد عبد الله، لكن الكرة مر مع الشيخ الفلاني، يفتك الكرة الشيخ مع من؟ نعم، لكن تعثر في الكرة الأخيرة من نعم أحمد. المهدي بودرفي يرسل كرة عند أري بابل، يمشي النجم الأنغولي، هل هدف الدوري يفعل الهدف الأخير؟ جول 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 لمصلحة فريق الأخضر، هدف الخامس لمصلحة العنيد، خمسة أهداف كاملة على فريق الشباب. شوف الإعادة، شوف الريبلاي من جديد، شوف الانطلاقة، شوف الاختراقة، عاكس توقعات الحارس جلال الشيخي ووضع الكرة في الزاوية الضيقة اللي يسكن فيها الشيطان. أكيد أري بابل بالهدف الخامس، خمسة أهداف كاملة، هارد لك لفريق شباب جبل في دورينا ممتاز. بهذا مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق ليبيا الرياضية وعشاق ليبيا الوطنية، أعلن حكم الإقامة.